سيادنا السلام عليكم، مرحبا بكم في الصفحة الرسمية لحزب العدالة والتنمية. بالفضل ديال الثقة والتفاعل والتشجيع وحتى الملاحظات والانتقاد ديالكم وصلنا اليوم 1,000,000 معجب. هذا الرقم اللي لولاكم ما كناش نحققوه. وبهذه المناسبة غادي نعطيكم أهم المحطات اللي دازت منها الصفحة الرسمية واللي عشتوها معانا لحظة بلحظة. بقرار من قسم الإعلام والعلاقات العامة والنشر سنة 2011 ست الصفحة منتصف شهر يوليوز، وذلك بغرض التواصل الرسمي للحزب مع عموم المواطنات والمواطنين والتفاعل معهم في التعليقات والرسائل اللي كتوصل بها إدارة الصفحة. وكيف مشتوا الصفحة كتقدم خدمات متنوعة، خدمات إخبارية، وصلات تفاعلية، إبراز دينامية مؤسسات الحزب والهياكل ديالو، تدوينات تفاعلية، وكذا أنشطة الأمين العام والخطابات ديالو والمواكبة ديالها أولا بأول وبتقنية البث المباشر، بالإضافة لخدمات تواصلية أخرى. ومن بعد التأسيس وعلى مدى سنوات من الاشتغال عرفت الصفحة تطور ملحوظ حتى وصلت ل 250,000 معجب يوم 15 مايو 2015، ثم 500,000 يوم 14 سبتمبر 2015، حتى وصلت ل 750,000 معجب في 26 نوفمبر عام 2015. واليوم كنحتفلوا معكم بال1,000,000 معجب، وهذا الشيء بفضل ثقتكم وتفاعلكم المستمر معنا، فشكرا لكم جزيل الشكر. وحنا من جهتنا غنستمروا معكم على العهد والدرب، ونأكدوا لكم أننا كنتسناو منكم المزيد من الملاحظات والاقتراحات، وحتى انتقاداتكم مرحبا بها وعلى الراس والعين. شكرا على الثقة ديالكم، ومع تحيات قسم الإعلام والعلاقات العامة لحزب العدالة والتنمية.